أنه أه مسؤولين كتيرسن دول الفدرالكا كنا سابسن رنتي العددي حنون كبدنيت ورنتي دول النمدا يو أنشح صحضة سياسة أجوب كواه بنتلان خرنا يدو كلا يود عضي أدموديد لكن إن قتل لقن هذا ملحوينا هذا الجوع وحلك يسير دمانة يو عادي استي هل كان يوحن كوفا لنا وفدي بلارن وأسعدي ساكي مجال ذا جروي سي أي وقيب جلان مناسبة أما حفلات على مسار سلطان بشير سلطان عبد الله ودمانتين أنا عسومات كهلني سي أنا وقيب قادنو وفدي جا وحه جامين يقدوميها حجين كقولها شعبك مروة سعدية صلاة وحكت ترسنا وزير وزير جامعة كمدي هاي وزير محمد عبد القادر وزير كوزير الدولة تكذاها وزير محمد عبد القادر ووزير حينجا قرشين تاه وزير هراء سياسيين حلبانو ضد بدن وكل دون أورهير بنتلانه يضد صومالي بقى أنت بقى كقريب جليين حفل داسي مناسبة داسي وان قرن كرنا دمانتين مهمدة أي دقن كوليهين هرمركا ينبت جلية ذا صومالي جودهان جارهان بنتلان ما أنت واحد عاي مركا أنجو أنو أديار جروني إن أنو كقريب جلنا حفل داسي مناسبة داسي وديور الدسارن بواحد نلوير جليي إن بنتلان مدح ذيدي وجارهان مدحوين سعيد عبد الله الدني وديوردي أمري إن إيشن سوق هذه كريم وفدي قاسي إيشن كن سودي كريم قال ده جروي وحان أسكوب دينا إن أنا هو بسنا سيد حجران حرير بدن عصاميني وكساب سن مدح دي مركا بنتلان إنتي أنا وجاري كرني حرير أنا لصاميني وحنو عدين إن مدحوين أمريكا وبحشي سبب أنا أنجو أويني أو أنا هين إن مدحوينه أصلا أوغلين دلكاني إن فكر سياسة فكر كيسة كدوان أنا أقول رنتي مضاشا أن أسوء عني بإيسان مضال سياسة لحررتا إيسان هين لما أنتين أنا نحن ددري بنت لنا وأن حقو لنا هاي إن أنا وقتك أنا دونه يميش أنا ربنا إن أنا كدقنه دستور كبنت لنا إيا كان فيدرال كان حقوق دا موادين كالسعود كدالك ومضمون بو كدقا يا قارهان قضب كالحيتم هذا دستور كبنت لنا بيكو قرنت هاي أرين تاسي رنتي أنا وحانو أطرني وأن وحان قادني kadi markaan xogii raadinay shacabka Soomaaliyeed ee gurwa ku nool shacabka Soomaaliyeed diirada nala saarna inaannu muran gelino oo la isku qabsado hawada ma aanan anagu door bidin waxaanu door bidnay inaan nabad qaadano waanu kasoo deganay diiradina waa fasaxnay waxaanu u fasaxnayna inaannu nabad gelyo ka shaqeyno inta waxay ku saabsan tahay wixii maanta meesha ka dhacay maxaa ka dhalan kara mid waxaan rabaa inaan madaxweynaha fariin ah u dirno سيد عبد الله الدني جنوري لبكون يسغال يا توبان اود دستوري بالسيي ولا دورتي ددكو وحو ديري هي انت او دورشدا غلاي اي اود دستوري او قرن دسو قرن سيد عبد الله الدني ما ديرا ددكا وحو ديري انا هين ان انو سيناي شان سنه دلكا جوق ومدا او اديق او اديق بلش نقو بالسي لكن وحا مودا ما انت وحا او كشقينيو اني خطر حوغان كو تاي بنتلان ان وحو سن اوغين سعيد عبد الله الدني إنه ما أنت مدحته يذا قالوا ووسين نبات كتشوجو and وح أي كل إيمانه يسا دت كرير بنتلان أو لقن له أو سياسيين له أسرعوا سي فلال جرعانه تربضن سمينا يا إلا دول قاتو وح كين يسا وح بيسوه دت كبيسل كورا معها إنه دت كأود بدنيا هاي ودن كواله بيسنيا هاي مرك حتى ضل شو شيء عد هو بيسن مجرتو أود الشرعية كلية أمبادتك ديرت هذا أود الشرعية أدافته وحي تغيسا أود الشرعية درادة أهدادكو رمبا كل أركيكا هكيار سينين بنتلان شن لاتن سنة جرتا ما أنت لغا مفر ليو إناد بنتلان جارسي سيد ودى أي كبر بر ودى كبر بر لأتنا لأدد أنا وحان أركا رنتي خطر حو جنبا بنتلان كسو سعوطة مركا أدفير ساب دقن كا بدحوينا وقت جيسا دمانيا هدي أي سيدا وحكوسي سعودانا وحي كيني كرتا أقونسي قالوا أقونسين هاي إنه مدحوينا يهاي إن ليش ويديو صابتوا وقت جاجي وحكر لمن ودور بلاد دور كا بلاد وحلا جاقف ليه دل كان جهادي سنة إن الجهاد سوء دور الشدي عاد كتي مد وحنا هاي ندل كان كدي عميش وحنا ديمقراطية دا أكش قينيسو وعاد شيء جيسد أديك أنا أقولين عدي كافي كردون أنا هذا وحنا وسعني وحيا هاي ونقن مظل نقن بوسعني لكن waxa ka soo qaadaa ba inaan ka fikir duwanahay waxa ka shaqeynaysaa wax ka soo jeedaan wadnaha xaq baan u leenahay inaan ka soo horjeesano xaq baan u leenahay inaan ka shaqeyno afkaar siyaasadeed anagu aanu leenahay
adigu taada kaliya ma aha mid wadanka iyo dalka u wanaagsan dad badan ba ka fikir duwan saciido waxaan ku leenahay inaad aqaliga u shaqeeyo oo aad fahantid waxa dalkaani iyo dadkaani aad ku timid oo shalay madax badan ka horaysay doorasho gashay runtii waxaan aad u xasuustaa doorashadii ee Cabdiraxmaan Faroole iyo Abdulwali Halcod buuxil ku wareejiyay adigu waa tartantay waa lagu wareejiyay xilka waqtigii doorashadana waa dhawdahay anagu waxaan aragnaa marka Puntland maanta uma baahna in isqabqabsi siyaasadeed iyo muran la geliyo wadada kaliya ee looga bixi karana waxay tahay in miiska la isugu yimaado laga wada hadlo waqtiga dhiman sida loo maareyn lahaa anaga maanta go'aanka aanu qaadanay runtii de waxay naga ahay turitaan aan dalka u tureyno ma ahayn Saciid Cabdullaahi Dani sharci darrobe ahayd waxa uu sameeyay dastuurka khilaafsan tahay waanu ka hor iman karnay waxaanu talaabooyin ka qaadi karnay laakiin waxaanu door bidnay inaanu ilaalino nabadgelyada guud ee caasimadda iyo dadkii rakaabka ahaa ee Soomaalida nala saarnaa waxaan ku soo koobayaa runtii madaxda kale oo ila socota umba hadli doonta Puntland jihada ay maanta u socoto waa jiha khatar xoogan ku ah wada jirka dadka reer Puntland ee xasiloonida siyaasadeed ee dalka dastuurkan aad moodid iyo sharciga uu rabo Saciid Cabdullaahi Dani inuu toshana cid aqbali doonta malaha waxa kaliya loo fadhiyaa waxay tahay dalkaani inuu doorasho aado doorashadii aad ku timid uu dalkaana aado tan aad qabatay anigu waxaan ahaa runtii shakhsiyan dadkii aad u soo dhaweeyay in la qabto city council-ka gaar ahaan arinta dimuqraadiyadda laakiin macnaheeda ma aha in aad mandate-keedii dhaafaysid oo aad samaynaysid wax ka baxsan waqtigii dastuuriga ah ee sharciga adiga lagu idmaday waqtigaagii madaxweyne waa dhamaaday waxaa laga rabaa inaad ku ekaatid wax kasta oo ka shaqeynaya nabadgelyada Puntland xaaladan kala guurkana lagu abaaro wada hadal iyo wada sax in la wada aado mid ugu dambeeyso aan soo koobay waxa weeye dhaqanka iyo golaha wakiilada Puntland dhaqanka Puntland iyaga marka xaaladan noocaan oo kale la galo runtii wax badan ka geysan jiray xaaladaha dalka uu marayo iyagana waxaa laga rabaa inay bisayl muujiyaan oo ay inta kaga aadan ay ka qaataan golaha wakiilada waad moodid runtii inuu Saciid ka dhigtay xafiisyo ka tirsan madaxtooyada waxaa la rabaa waqtiga ay fahmi lahaayeen waxaan aaminsanahay dad badan waxa ku jira wax kala garanaya inay maanta u turaan Puntland oo ay Saciid sharciga uu talanayana ay ummadda ka dayaan doorashada dhacday waa la galay qawaaniin baa lagu galay shuruuc baa lagu galay haddana waxa leeyahay shuruucdii aanu ku galnay aan waxnu aan ka bedelno waa tolosho sharci oo aan geed loogu soo gaban taana runtii wax sax ma aha marka arinta maanta dhacday waxaan ku soo koobayaa anagu aad iyo aad baan uga xunnahay runtii in dastuurkii dalka maantay loo bareero in lagu tunto oo laga dhigo federaalkii dadkii mas-uuliyiinta ka ahaa oo ku matalayay siyaasadda Puntland in la yiraahdo dalkii ma soo geli karaan waa ugub runtiina dhaqankaasi waxaa iska leh madaxda waqtigooda dhamaaday oo markaasi aan rajo badan siyaasadda ka lahayn horaan u soo aragnay madax sidaa samaysa waddadii uun baad haysaa waana arkaynaa maalmaha soo socda iyo bilaha soo socda sida ay Puntland ay si sharaf leh oo karaamo leh dadkeeda intay gacmaha isqabsadaan ay uga gudbaan adiguna ay shuruucda inay ku xakameeyaan laga wada shaqeeyo.